نشوف ايضا انابيب البوتاجاز الفاسده اللي دايما بنحذر منها، اللي انت بتشوفها وتقول ازاي يعني حتى الاهتمام بالعبوه نفسها يعني، ويمكن انها تؤدي الى مآسي. قلنا دايما تعاملوا مع انبوبه البوتاجاز على انها قنبله موقوته، اذا اسأت استخدامها في مآسي بتحصل. شفنا جبنا لكم قبل كده حوادث يعني ربما يؤدي الى انهيار المنزل بالكامل بالاضافه الى اعداد الوفيات. يعني نطلق تحذيرا من انابيب البوتاجاز الفاسده. احنا عندنا في مدينه نجامر هنا كارثه بما تحمل الكلمه، انابيب مفيش عليها رقابه ولا صحة وسلامة وأمان، مفيش. الأنابيب النهاردة لو أنت حضرتك في المكان اللي احنا فيه دلوقتي هنشوف مهازل بما تحمل الكلمة، مهازل. أنبوبة النهاردة لا تصلح تماما، المفروض يتم تكهنها وبيعها خردة، مش تكون قنبلة موقوتة بتروح البيوت. أسوأ سلعة توصل للمواطن في مركز المغامرة بالذات هي الأنبوبة، لا ولا مليانة ولا سليمة. العربية بتسافر 1000 أنبوبة، ان 1000 ما عندهم فاز طلع منهم حوالي 400 او 300 سلام، بس سلام والباقي كله شرب. احنا نطلع مكتب من الزبون، عندك من الزبون خدها مني، اطلعها مثلا 5 دور، تاني يوم يرن عليا الامر مثلا خدها، وعمل خمبشات كده مع الناس. الانبوبه فيها ايه المشاكل اللي فيها؟ السن بايظ، وساعات بيبقى فيها ضغط هواء ما بتبقاش مليانه، مثلا تفتح الانبوبه يطلع هواء بس، تبقى جديده ما فيها غاز، لا هواء بس تشتغل. اللي هو بتاع المحبس يعني؟ الانبوبه توسيع بوته بيخلوا الغاز تحت وضغط الهواء تحت والغاز فوق، ما بيعملش ضغط، المفروض يبقى العكس. فالأموات تفتحها تشتغل 10 دقايق وتبطل وتبقى مليانه، بس ما تجيبش اهو. المشكله في الصيانه الحاده والتعبئه بتاعتها. المفروض الانبوبه بتجي لي كالمخزن هنا يعتبر 12 كيلو ونص، عبوتها بحديدها يعتبر 25، بتجي لي يعتبر فيها يعتبر 7 كيلو 8 كيلو. فالمواطن يعتبر شكوى على طول مستمره من المواطن، وبالذات المحابس اللي هي بتنفس، لان زي ما حضرتك شايف كده أنا بيبي يعتبر قنبلة. أنا سؤالي بس هنا للسادة المسؤولين أو المهتمين بعملية التصنيع، هي ليه الأنبوبة بعد ما بيعدي فترة كبيرة من وقتها ليه الأنبوبة دي ما بتتغيرش؟ ليه ما بيتعملهاش الصيانة اللازمة؟ كتير كتير قوي الأنبوبة بتيجي وبتطلع لحد فوق الدور الثالث والرابع في البيت عندنا وبنرجع ننزلها تاني، يا إما المحبس مش مظبوط، يا إما السن بتاعها ناعم. إيه لو الانبوبه فلتت من كل المشاكل دي كلها بتيجي في الاخر تلاقي الانبوبه فيها ربعها، يبقى انا بدفع النهارده 40 جنيه و50 جنيه في الانبوبه عشان الاقي ان ربعها بس هو المستهلك. النهارده إيه بدل ما الانبوبه هتقضي معايا شهر زي ما بيتقال، لا الانبوبه بتقضي معايا اسبوع و10 ايام بس، والدور داير كل يوم انا بنزل عشان اغير الانبوبه. اللي زاد بقى دلوقتي ان انت الانبوبه نفسها درجه الحمايه او الامان بتاعتها ما عادش متوفره.